دخل القانون الأرثوذكسي الربع الأخير من نفق التجاذب الدائر حوله في اللجنة النيابية الفرعية، وصعوبة استلاده تكمن في الضغط العالي الذي يمارسه تيار المستقبل والحزب الاشتراكي لتأخير تحويله إلى الهيئة العامة، ومناورتهما تكتسب طابعا تأخيريا شكليا لعدم اقتراحهما القانون الصالح المضاد. في هذا السياق أصر ممثلهما في اللجنة على رفض ختم المحضر الذي يتضمن خلاصات ما توصلت إليه من دون الإشارة إلى نقاط التلاقي، إلا أن المساعي الحميدة أفضت إلى توقيع المحضر وأرسلته إلى الرئيس بري على أن تجتمع اللجنة غدا لصياغة ما توصلت إليه من جوامع مشتركة. وكان التجاذب الذي كاد يطيح اجتماعات اللجنة جاء ليضاف إلى معلومات مسربة عن حرج كبير يصيب الرئيس بري حيال رئيس الجمهورية الرافض القانون وحيال الطائفتين السنية والدرزية اللتان لا تخفي قياداتهما امتعاضها من إمراره. وكان نائب جنبلاط اليوم ذهب إلى حد الكلام عن مزايدات انعزالية مرفوضة في معرض وصفه المتمسكين بالأرثوذكسي. في الانتظار انشغل الوسطان الشعبي والسياسي بتسريع القضاء اللبناني الخطى في ملف المملوك سماحة، كما قابلا باستغراب رفض وزير الداخلية الفرنسية توقيع إخلاء السجين اللبناني جورج إبراهيم عبد الله. البداية من ساحة النجمة، حيث توافينا الزميلة دونيز رحمي فخري مباشرة من هناك بأجواء اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب. إذن دونيز، على ماذا انتهت اجتماعات اللجنة الماراثونية؟ تفضلي. نعم، الاجتماع الثامن للجنة الفرعية ماجد انتهى بالاتفاق على مسودة التقرير الذي هو خلاصة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة، وتحديدا حول بندي مشاريع واقتراحات القوانين وحول أعداد النواب الذي اتفق على أن يكون 6 نواب إضافيين إلى 128 نائب موزعين بين مختلف الطوائف. وطبعا ضم التقرير بحسب ما علمنا بأن اللقاء الأرثوذكسي، مشروع اللقاء الأرثوذكسي قد حاز على الأكثرية، وفيما يعكس التوافق حول التقرير الذي سيرفع غدا إلى الرئيس نبيه بري على أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها صباحا بمعزل عن التقرير أو المحضر الذي أرسل إلى الرئيس بري ويستكمل النقاش حوله. إذن بما يعكس الاتفاق حول مضمون هذا التقرير، وقف كل المشاركين بهذه اللجنة حول رئيس اللجنة النائب روبير غانم الذي قرأ ويعني اختصر ما تم الاتفاق عليه بهذا بالذي أشرنا إليه. وكانت المواقف التي كانت سبقت الجلسة قد عكست توجهين متناقضين، ألاعون من جهة الذي أصر على ختم المحضر وتثبيت الأكثرية لصالح مشروع الأرثوذكسي قبل استكمال البحث بما تبقى من جدول الأعمال، وهو البحث بالنقاط المشتركة، مقابل أكرم شهيب ونائبي المستقبل لجهة مواصلة البحث عن النقاط المشتركة التي لم يتم إيجادها بعد قبل ختم المحضر وإحالته إلى اللجان. وكان النائب علي بزي الموفد من قبل الرئيس نبيه بري شهد له حركة مكوكية بين رئيس اللجنة ونائب حزب الله علي فياض، ربما حمل كلمة سر تمثلت إذن في الاتفاق على الرأي السائد بإقرار المحضر أو التقرير الذي أقر عن البندين الأولين لجدول الأعمال وأرسله إلى الرئيس بري، على عكس ما كان طلب ممثل الاشتراكي والمستقبل. إذن هذا ما انتهت عليه. أما فيما يتعلق بالبدائل فقد علمت الام تي في، وهذا ما ألمح إليه النائب أكرم شهيب، بأن هناك بديل لن يعمل عليه إلا أنه لم ينضج بعد. وفي هذا الإطار علم أن لقاءات مهمة ستشهدها عين التيني بدءا من ظهر غد للبحث بالتوافق حول قانون الانتخاب. شكرا للزميلة دونيز مباشرة من ساحة النجمة.